مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتحدث عن ذوي القرنين، دعونا نبدأ. من هو ذو القرنين؟ من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي قصة ذي القرنين في سورة الكهف، والتي تبدأ قصتها من الآية 83 إلى الآية 98. وهذا الشخص اسمه ذو القرنين، الذي عرف بأنه ملك عادل، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منهم. وقد عرف عند البعض كشخصية أسطورية، وسمي بهذا الاسم ليس لوجود قرنين أو ما شابه، بل وصف بذلك لوجود ضربتين في رأسه، واحدة يمينه والأخرى يساره. وقد اختلف العلماء على التحديد الحقيقي والشخصي لذو القرنين، فمنهم من حدد هويته بأنه الإسكندر الأكبر أو كورش الكبير أو أخناتون الفرعون المصري، فهو غير معروف الهوية بالتحديد، والله أعلم. سبب تسميته: لقد اختلف في تسميته، فالبعض قال سمي بذلك لأنه جاب أقصى الأرض شرقا وغربا، وهناك من قال بأن رأسه كان فيه شج قرني، وهناك تفاسير أخرى كثيرة. وقد اختلف أيضا في تحديد شخصيته، فالبعض قال أن ذو القرنين هو كورش الأكبر، والبعض قالوا أنه إسكندر المقدوني، ولكن معارضي هذا القول، وهو قول شائع بين المسلمين، ردوا عليه بأن الإسكندر المقدوني حسب ما روي في سيرته لم يكن شخصا صالحا، فلا يعقل أن يكون الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، لأن ذو القرنين رجل صالح. وهناك من قال أنه ملك من ملوك حمير، ورد ذكر اسم كورش الأكبر في العهد القديم في كتاب عزرا وأشعاء ودانيال، حيث ذكرت التوراة أنه كان رجلا صالحا مؤمنا بالله تعالى، وقد وافق التاريخ ما ورد في التوراة من مدح لهذا الملك الصالح، إضافة إلى دلائل أخرى تشير بشكل أو بآخر أن كورش الأكبر هو ذي القرنين. يذكر أن كورش الأكبر هو أول ملوك فارس والأسرة الأخمينية. قصته في الإسلام: أتى في تفسير القرآن الكريم لآيات الله التي تقص قصة ذو القرنين، وطبعا هل من أصدق من الله قيلا؟ فالقصة تحكي أن الله أعطاه الحكم والقوة، فجال بجيشه في الأرض يدعو إلى الله تعالى حتى وصل غربا، ووصل إلى عين حمئة كبيرة، وقد كانوا يقولون أن الشمس تغرب في هذه المنطقة، وكانوا يعتقدون أنها نهاية العالم، وأن الشمس تغطس في المحيط، وهو المحيط الأطلسي، حتى وصل على قوم موجودين هناك، وقد رأى الشمس تغرب في منطقة في بحر إيجا المحصورة بين سواحل تركيا الغربية شرقا واليونان غربا، وكان فيها قوم، وقد ألهمه الله بأنه مالك أمر القوم الذين يسكنون فيها، والذين كانوا يعبدون الشمس من دون الله. وقد ألهمه الله أيضا ملكهم، إما أن يعذبهم أو أن يعفو عنهم، وقد حكم هذا الحاكم العادل بأنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، وسوف يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة، ومن آمن منهم سيكرمه ويعفو عنه. ومن بعد انتهاء ذو القرنين من أمر الغرب، توجه إلى أقصى الشرق من مكان ما تشرق فيه الشمس، وهذه الأرض كانت مكشوفة، لا أشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن أهلها، وحكم بأهلها كحكمه على الغرب. قصته في الإسلام مع قوم يأجوج ومأجوج: من بعد ما انتهى ذو القرنين من أهل الشرق، أكمل طريقه حتى وصل إلى قوم يعيشون بين جبلين أو سدين وبينهما فجوة، وكانوا يتكلمون بلغة غريبة غير مفهومة. وعندما وصل إليهم وجدوه حاكما أتاه الله من قوة، فطلبوا منه المساعدة ليجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا مقابل بعض من المال، فوافق الملك أن يجعل بينهم سدا، لكنه لم يرضى أن يأخذ مالا وزهد عنه. وقد أتاه الله من الحكمة، فقد استخدم ذو القرنين هندسة رائعة في بناء السد، فقد قام بجمع الحديد ووضعه في الفتحة حتى تساوت مع قمة الجبلين، وأوقد النار عليها، ومن ثم سكب عليها النحاس المذاب حتى يصبح أكثر صلابة وقوة، فسد الفجوة ومنع الطريق عن قوم يأجوج ومأجوج. الفائدة من القصة: رغم قوة حكم ذو القرنين وما أعطاه الله من الحكمة ومن قوة ومن عزة، لم يسكن قلبه الغرور، فقد جال الشرق والغرب وحكم العالم بحكمه العادل، ولم يأخذه الكبر، وأن الحاكم الصالح باستطاعته التغيير للأحسن لقومه وشعبه. ورغم الفتوحات التي فتحها وحكمه الشاسع، لم يكن هدفه الجمع المادي فقط للدعوة إلى الله ورفع الظلم، ولم يقم من الاستغلال للأشخاص والجماعات
الذين كان يمر عليهم وكان يعاملهم برفق، فهي قصة يجب أن يتعظ منها الحكام ومن لديهم السلطة، سواء كان في عمله أو في بيته أو مهما كان، فالرفق والرحمة والتواضع من صفات العظماء. أين يقع السد الذي بناه ذو القرنين؟ ذو القرنين قال الله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. إن ذا القرنين كان ملكا في زمن نبي الله موسى عليه السلام، وعاصر قوم يأجوج ومأجوج الذين عرفوا بالظلم وقتل الناس وأكل الأموال، فقام ببناء سد يمنع دخول قوم يأجوج ومأجوج ويحمي به قومه من الفساد المتواصل الصادر منهم. وضح لنا القرآن الكريم بعضا من صفات يأجوج ومأجوج في آياته، حيث أن قومهما كانوا ظالمين وفاسدين وأصحاب قوة وأموال، فلا يقوى أحد على صدهم عن الظلم، وبإرادة من الله سبحانه وتعالى جاء الملك العادل ذو القرنين ليخلص الناس من ظلم يأجوج ومأجوج، فقام ببناء سد حال بينهم وبين قومه، فأقام سدا منيعا من الحديد والنحاس المذاب بين جبلين، ودفع به بلاء يأجوج ومأجوج عن الناس. ولا يزال قوم يأجوج ومأجوج وراء ذلك السد إلى يومنا هذا. وكما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج. فإن ظهور قوم يأجوج ومأجوج يعد من علامات يوم القيامة الكبرى، حيث أنهم يخرجون بإرادة من الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، ويتفوقون على سائر الناس آنذاك. ولكن أسباب تفوقهم على الناس ليست معروفة، فقد يتفوقون بسبب امتلاكهم قوة وأسلحة تفوق قوة الأسلحة المستخدمة في ذلك الزمان، والله تعالى أعلم. خروج يأجوج ومأجوج. إن القوة الإلهية منعت قوم يأجوج ومأجوج من حفر وهدم السد، فمنعهم الله تعالى من حفر السد بشكل متواصل كل يوم، فهم يحفرون نهارا وينامون ليلا، وفي الصباح يعود السد كما كان. وأيضا لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى قوة في التفكير في اختيار الأدوات المناسبة لاختراق هذا السد، ولم يوفقهم في القول، فخروج قوم يأجوج ومأجوج مرتبط بالمشيئة الإلهية. موقع السد الذي بناه ذو القرنين: إن الحكمة الإلهية منعت الناس من معرفة مكان سد ذي القرنين، وفتحت مجالا للاجتهاد والبحث عن المكان المحتمل. فهناك روايات تقول إنه في الصين، وأخرى تقول إنه في مكان ما في منطقة جورجيا في جبال القوقاز، أو قد يكون في أعماق البحار، فالله سبحانه وتعالى وحده العالم بذلك. ولكن كما أشارت الأبحاث، فإنه ليس من الممكن أن يكون وراء سور الصين العظيم. فالفرق بين صفات سور الصين العظيم والسد الذي بناه ذو القرنين كبير. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جندان.